اشكركم فعلا على المجهود، انتوا عملتوا مجهود النهارده، مجهود جبار. تخسر المرتديد 1-0 برضه مش هتعيبك، احنا خرجنا خرجنا بس خرجنا من فرقه ممكن تاخد المدينه. ما تشغلش بالك باي حاجه، اهم حاجه عمر المنتخب اليوم انتهى. ما تفتقدش اصحابك وصداقاتك وحاجتك اللي انت فيها، لان اللي انت فيها دي لو واحد كلم واحد ولا اي حاجه، اي حد كان فيه كلام الماتش شغال انساه. خلاص ما كسبناش، بنحافظ على بعض كأسرة كمجموعة. مش أنا بقى نقول بس لو كنا لعبنا فلان أو عملنا فلان أو جبنا فلان أو أي حاجة، أنتوا أديتم مقاتلين لآخر سنة، ولآخر سنة كنا ممكن نتعادل وبرضه كنا ممكن نخش فينا جوان تاني، لكن الحمد لله أديتم بشكل إيجابي. أنتوا دلوقتي بقيتوا عناصر المنتخب الأول، ربنا يكرمكم، حافظوا على بعض زي ما قلت.